نجدد الترحيب بحضراتكم من جديد. بعد ارتفاع أسعار الدواجن، رئيس شعبة الدواجن يؤكد على وجود مشكلة خطيرة تواجه الثروة الحيوانية بمصر، ويصرح بعض المربيين يعدمون الكتاكيت بسبب قلة الأعلاف. فما هي هذه المشكلة؟ وكيف سيتم حل هذه الأزمة؟ التفاصيل كاملة نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك مشكلة خطيرة تواجه الثروة الداجنة بمصر، لأنه في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 بدأت مشكلة عدم وفرة مستلزمات الإنتاج للثروة الداجنة، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت عندما كان يتم إعدام الكتاكيت لعدم وفرة الأعلاف في هذه الفترة، ولكن أكد على أن المشكلة الآن ليست في وفرة مستلزمات الإنتاج فقط، ولكن هناك مشكلات أخرى منها نقص اللقاحات، وأن هناك مشكلات كثيرة في هذا الأمر، ومنها عدم وفرة السولار حتى يتمكن أصحاب المزارع في تدفئة المزارع، مشيرا إلى أن أصحاب المزارع يتم القبض عليهم بعد الحصول على كميات من السولار ويسير بها في الشارع من أجل تشغيل أجهزة التدفئة لحماية الدواجن من الموت بسبب الجو البارد. في نفس السياق، كانت ارتفعت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاع بأكثر من 15 جنيه تقريبا مقارنة بأسعار الشهر الماضي. وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية إن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء، وأن هذا الارتفاع غير منطقي، والسوق حاليا يشهد حالة عدم استقرار. وحذر أثناء تصريحات تلفزيونية من احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجز 100 جنيه قائمة، طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق. وشددت شعبة الدواجن على ضرورة ارتفاع نسبة الانتاج قبل دخول شهر رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25%. وعن أسعار الدواجن اليوم، فسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 91 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 102 جنيه، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيه للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه بعدما سجلت 55 جنيه منذ أيام قليلة. ووصل سعر الكيلو من الدواجن أساسه الفراخ الحمراء ليصل 120 جنيه لتصل المستهلك بسعر 130 جنيه، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة ل 110 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيه. وصل أيضا سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيه منذ أسابيع قليلة. أما سعر كيلو البط الفرنساوي فيتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيه، ويتراوح سعر البط المولار من 60 ل 65 جنيه، وسعر البط المسكوفي 100 جنيه. ننتقل لأسعار البيض، حيث يتراوح سعر كرتونة الأحمر من 146 ل 154 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأبيض من 144 ل 150 جنيه، وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيه. ننتقل مع حضراتكم لمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم، حيث قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار اللحوم الحية والمذبوحة ارتفعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حتى وصل سعر كيلو العجل البقري القائم ل 170 جنيه، فيما وصل كيلو لحم العجول البقري المذبوحة ل 400 جنيه في بعض الأماكن. وأشار أبو صدام إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى قلة المعروض بالنسبة لزيادة الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مضيفا أن من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء هو قلة عدد الرؤوس الحيوانية في مصر، والتي تقدر بنحو 8 ملايين رأس تقريبا بالنسبة لعدد السكان في مصر، والذي يزيد عن 150 مليون نسمة. وزادت استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء إلى 40%، إضافة إلى ارتفاع اللحوم البديلة من أسماك وطيور مع زيادة أسعار البقوليات البديلة النباتي للبروتينات. وكشف حسين صدام عن أن هناك انخفاضا في أعداد الثروة الحيوانية في مصر نظرا لعدم وجود مراعي طبيعية واعتماد التغذية على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف، وتابع نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج وتدني قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
الاقتراض، إضافة إلى التوترات الدولية والحروب، للتزيد من تكلفة النقل والتأمين مع دخول فصل الشتاء، وللتزيد في مخاطر التربية وتعرض المواشي لأخطار الأمراض الشتوية وزيادة تكاليف التربية لحاجة الحيوانات لزيادة التغذية والتدفئة. لم تترك الحكومة أزمة الثروة الحيوانية دون السعي لحلها، وظهرت الجهود الحكومية للعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال ضخ نحو 8 مليارات من الجنيهات كقروض ميسرة في مشروع البتلو، مما أضاف للثروة الحيوانية نحو 500,000 رأس مع قوافل تحصين المجانية التي تساهم في خفض الأعباء عن المربيين. كما اتجهت الدولة للتوسع في الاستزراع السمكي ووصول الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 85% بإنتاج ما يزيد عن 2,000,000 طن سنويا، وتطوير القطاع الداجني والوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 95% بإنتاج يصل لمليار ونصف مليار طائر سنويا، لأن هذه الجهود لا تكفي للتغلب على حجم التحديات الكبيرة وارتفاع الأسعار الرهيب. أيضا بدأت الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات السريعة والصعبة للسيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، ومنها إيقاف عمل المجازر لمدة 2 على الأقل للحد من زيادة وتيرة ذبح المواشي، خاصة أننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك الذي تزيد فيه استهلاك اللحوم. كما بدأت الدولة أيضا في خطة استيراد سلالات حيوانية عالية التحول للحوم واستيراد كميات لحوم مجمدة أو مبردة تسد العجز الحائي. وكانت سجلت اللحوم مستويات تتراوح ما بين 270 و 330 جنيه في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية. وكشفت الغرفة التجارية في القاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأربعاء، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه حسب المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، في حين سجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيه، واللحوم الهندي بسعر يتراوح من 210 للمفروم و230 جنيه للكندوز، بينما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 240 جنيه. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعة والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.